أحياناً تكون الحقيقة أعجب من الخيال، وهنا في هذه المدينة الهادئة سيقابل صلاح الدين جماعة من الناس تبحث عن أخطر صفة في الوجود، الكمال. أنسافر في الصباح؟ مع أول ضوء بعد أن ترتاح الجمال، لا تتأخروا. كباب طازج سيدي؟ ترى ألا توجد حمامات في هذه البلدة؟ لما تحتاج إلى الحمام؟ العيد لم يأتي بعد. هذه. لا أنصحك. لذيذة. أين طارق؟ هذا التاج من آثار مملكة كمال القديمة، من آلاف السنين حكم الكماليون هذه البلاد، والآن هذا التاج هو كل ما تبقى من آثار ملكهم العظيم. وماذا عن هذه؟ تقليد بسيط. لا لا لا، لا يليق بعظيم مثلك. يقال إن هذا التاج كان لآخر ملوك الكماليين، وإلى الآن ينتظرون من يأتي بعد ذاك الملك ليعيد إليهم مجدهم. لم أسمع عنهم. لا يعرف بأمرهم الكثير، لأنهم لا يخرجون من بلدتهم أبداً. سوف أعطيك 10 دراهم، ما رأيك بهذا؟ لما لا تقتلني أفضل؟ هذه إهانة لا أتحملها. 10. النجدة! النجدة! خطف أحدهم ابني! اقتحم أحدهم بيتي ثم خطف ولدي! طارق أوقف! عشرون! هاي التاج! 15، ما رأيك؟ هل هناك مكافأة على إعادة الطفل؟ دانكن! بإذنك! هنا. أنا بخير، أنا بخير. إن كنتما تهتمان لأمري. هيا هيا أسرع. هل جننت أم أن الانتحار أصبح خطتك الجديدة؟ يا صغيري، أنت بخير؟ ها؟ لا مكافأة إذن. لحظة. هناك شيء مريب هنا. صلاح الدين؟ صلاح الدين! صلاح الدين! نحتاج إلى النجدة! هنا هنا! نحتاج إلى النجدة! هنا! النجدة! شيء مزعج! أفق يا صلاح الدين، افتح عينيك. ماذا حدث؟ لا أعرف، ولكن يجب أن نتحرك. طارق في خطر، انظر. توقفوا! هيا دانكن! لا فائدة، لم يعد هناك وقت. إن كان لديكم قاموس، ابحثوا عن معنى إكرام الضيف، فهو معنى رائع جداً. اسمعوا!
ما حدث مجرد سوء تفاهم. هيا افتحوا الباب وفكوا هذه القيود. وقت لي معكم بأي سلاح، ثم نجلس ونتحدث في الأمر. هذه الثرثرة لا داعي لها، يجب أن تفرح، لقد تم اختيارك. اختياري لماذا؟ يا أخ، يا أخ، تعال. أفق يا صلاح الدين، لا تخاف، كان حلماً، فالأشواك مسمومة. آه يا رأسي، وكأن أحدهم أخرج مخي ودقه بعصا. وصف دقيق. أين طارق؟ أخذوه. كانت حيلة، الرجل في البلدة، الفارس، الطفل، كل ذلك والآن أخذوا طارق. وماذا نفعل الآن؟ أولاً نجد بعض الإجابات. كنت أظنه سيفرح، خاصة وأننا أعدنا ابنه المخطوف إليه. بعض الناس لا يقنعون أبداً. كيف عدتما إلى هنا؟ هذا مستحيل، لا أحد يعود من السهل الملعون. اسم رائع، سيأتي بالكثير من السائحين. ومع هذا أرسلتنا إليه، والآن أخذ أصحابك صديقنا. ليسوا أصحابي، إنهم مجانين، صاح عقلهم من لهيب الشمس، متمسكون بعادات عتيقة. انسى يا صاحبكما، لقد انتهى. إذن فهذه لحظة سيئة جدا لك. أرجوك، لم أرد فعل هذا، لكنني أحتاج إلى النقود. أجل، لكي تطعم وتلبس ابنك المزعوم. من الأفضل أن ترحل، سيسوء وضعه. لا لا، انتظر، هناك بعض الأمل، فالمراسم تبدأ عند منتصف الليل. أية مراسم؟ أخبرنا. قبعة رائعة، حقا لون الذهب يطفي على عينيك بريقا. فإذا أنت كبيرهما، قبعتك أكبر. لست كبيرهما، وإنما خادم للمدينة. أنا اسمي نمير. حسنا يا نمير، قضيت يوما بائسا. إنه يوم الترقي، وأنت قد تم اختيارك، كنت أول من دخل إلى السهل الملعون. أنت أشجع إخوانك. لا، لست أشجعهم، لكن ربما أذكاهم. شيء مزعج، لا أحد يهرب من قدره. طبعاً معك حق، لحظة ضعف، لقد تسرعت. أعرف أحد الفرنجة، شجاع جداً، سيكون مدهشاً، سآتي به. لقد وصلنا، هل أنت مستعد؟ لا أبداً بالمرة، ربما بعد شهر أو اثنين. لا أصدق أنك وافقت أن يرسم خريطة. ألم يقل إنه يفضل الموت على أن يأتي إلى هنا؟ كان علينا أن نعرف السبب. والآن؟ حسناً، الآن يجب أن نجد صخرة على شكل 77. ليست هنا، كذبا علينا. سأعود إلى البلدة وإلى ذلك الرجل وأخرج أحشاءه. هذا أفضل بكثير. إذن فهي تلك. هيا بنا. يتم تجهيزه، لا يسمح بالدخول لغيري. سأعود بعد ساعة. ربما لم نره. إنها مدينة، كيف يمكن ألا نراها؟ أظن أني وجدتها. أنت واثق؟
أجل واثق. حسناً، هل لديك خطة؟ أجل، لدي خطة. وهي؟ ما زلت أفكر فيها. ليس لديك خطة. ندخل، نجد طارق، ثم نخرج. ما رأيك؟ سوف نموت. ماذا نفعل؟ نطرق الباب؟ إن لم نستطع الدخول، ندور حوله. وإن لم ينجح ذلك، فعلينا أن نتسلق. أنت تمزح طبعاً. طريقتي ستنجح، ثق بي. أثق بك، أثق بك. من هناك؟ مساء الخير، أنا أبحث عن صديق لي قصير ومزعج. ماذا؟ كف حيث أول جزء من الخطة. قال إن المراسم تجري في القصر. أولاً علينا أن نجده. انظر. حسناً، كان هذا سهلاً، والآن سنهجم. أنا سأنتظرك هنا. لماذا؟ لأنه حين تفشل الخطة، وهذا مؤكد، ستحتاج إلى شخص يأتي وينقذ حياتك التعيسة. فكرة جيدة. يمكن أن تناولني هذا؟ يكفي! طارق! صلاح الدين، ما الذي جاء بك؟ جئت لأنقذك. حسناً، أهنئك. إذن لقد نجح. دجاج. أتمنى أن تنجح خطة صلاح الدين أكثر من هذا. لا، هذا يكفي يا نمير.
أخفض السيوف. لن نريق دماً في هذا اليوم. أرجوكم اعزفوا. اهدأ، لا مشكلة أبداً، كل هذا جزء من الاحتفال. أنا يا سمين، الوزيرة الكبرى لمملكة الكماليين. مرحباً أيها الفارس، أي صديق لملكنا الطارق الشجاع هو صديقنا. الملك من؟ ماذا؟ أنا الملك المختار، اختاروني حاكماً لمملكة الكمال. قطعة دجاج؟ شكراً، لا أكل طعام من حاول أن يسممني. أحدهم سممك؟ عشب قوي غير ضار ليسهل استحواذنا على الملك المختار. اليوم هو يوم الترقي، تعال لنتحدث على انفراد أكثر. ما هذه الرائحة؟ إنها أنا. ما هذا الشيء؟ إن قومي يفخرون بتاريخنا، كل ملوكنا كانوا كرماء ونبلاء، لم تفسد أحدهم السلطة، ولذلك نختار أشجع الرجال ليكونوا حكامنا. ولماذا خطفتم صديقي؟ أعتذر بشدة، إنها طريقتنا في اختيار ملكنا. من يدخل السهل الملعون يتم اختياره. ليست مشكلة. لا أصدق ما تقول. بعد إعداده نقيم حفلاً كبيراً بمناسبة يوم ارتقائه. وهذا ما تراه هنا الآن. إلى أن يحين موعد تقطيعنا وتقديمنا كوجبة. لسنا متوحشين. اعذريه أيتها الوزيرة، فهو دائماً يشك في كل شيء. ما نفعله هو أننا نأخذ ملكنا ونلقي به في هوة عميقة. أجل، تفعلون ماذا؟ ثم نأكل الحلوى. تحقق شكي. اسمع يا صلاح الدين، لا أريد أن أتكلم معك. أنا لا أكلم من يتسبب في قتلي، وشيء آخر. اليوم هو يوم الترقي، يوم تتويجنا لملك جديد. أثبت التاريخ أن السلطة مفسدة، ولكي نضمن ألا يحدث ذلك لملكنا، هذا هو أيضاً يوم قتله. ائت بعرش ملكنا. هذا الشيء رائع. معتد، كيف تجرؤ وتدنس عرش ملكنا الهمام طارق؟ جعلوك ملكهم؟ يا له من اختيار بائس يائس. اتركونا نرحل، وإلا سترتقي وزيرتكم قبل صديقي. أنا لا أمزح يا امرأة. اقتلني، ليس مهماً، سيأتي أحد غيري. وما تلك الرائحة؟ ارجعوا جميعكم وإلا قتلت ملككم. أجل. لا،
يمكن لملك الكماليين أن يقتله غريب؟ إن حدث هذا فهو عار على كل قومي. لقد قطعت قلبي. الآن يا نمير. قلوبنا تبكي ونحن نرسل ملكنا إلى نهاية رحلته، ولكن لا تحزنوا، في العام القادم نجد ملكا جديدا. أريدك أن تعرف شيئا، كل هذا بسببك أنت. أبداً في خطتي. هذه هي اللحظة المناسبة لكي نهرب وبأقصى سرعة. رائع. وماذا الآن؟ لا أعرف، لم أخطط لهذا الجزء بعد. استمروا، لن يطاردون خارج حدود السهل الملعون. هل أنت واثق؟ لا. توقفوا، إنهم يعودون. بائع المدينة على حق، لا يتخطون حدود مملكتهم أبداً. لا أصدق أنني فقدت تاجي، ولو أنني فعلياً ما زلت ملكاً. صحيح، لا تقلقا، ليس عليكما الانحناء إن أردتما. أنت من أردت إنقاذه. في المرة القادمة نتركه. وما هذه الرائحة؟ لا أصدق أن تلك هي الكفاية، إنه أسوأ يوم في حياتي. انظر ماذا حدث لنا، كل هذا بسببك يا نمير، بسببك أنت. أفسدوا يوم الترقي ودمروا المدينة. لكني ما كان يجب أن أترك الأمور لأبي مثلك. لكني أنا لم كمالنا أصبح رمادا. أصمتي.